استقبل عصر اليوم معالي رئيس الوزراء بايمي فادكي البير البعثة الاقتصادية الهولندية بقيادة القنصل الفخري لتشاد لدى المملكة الهولندية سولانش دومي. وخلال المقابلة بحث الوفد الهولندي آليات تعزيز التعاون وتطوير الشراكة الاقتصادية بين تشاد وهولندا. خالد موسى الحاج. بهدف تعزيز التعاون وتطوير الشراكة الاقتصادية بين الحكومتين وبين رجال الأعمال التشاديين والهولنديين، تجيء زيارة البعثة الاقتصادية الهولندية إلى تشاد. البعثة الاقتصادية التي تقودها القنصل الفخري لتشاد لدى المملكة الهولندية سولانج دوماي جاءت لمقابلة رئيس الوزراء فاهيمي فاداكي ألبير. وخلال المقابلة أطلع الوفد الهولندي رئيس الوزراء على نتائج أعمال المنتدى الاقتصادي الذي احتضنته العاصمة نجمينا، حيث التقى خلاله الوفد الهولندي برجال الأعمال التشاديين وأجرى مباحثات مع رؤساء المؤسسات والشركات في القطاعين العام والخاص، وذلك من أجل بحث آليات التعاون وتعزيز الشراكة الاقتصادية. هذا وينصب اهتمام رجال الأعمال والمستثمرين الهولنديين في مجالات البيئة والمياه والأغذية والزراعة. كما انتهزت القنصل الفخري لتشاد لدى المملكة الهولندية سولانج دوماي الفرصة وشكرت رئيس الوزراء على رعايته للمنتدى الاقتصادي. بدوره رئيس الوزراء فاهيمي فاداكي ألبير شكر القنصل الفخري وأعضاء البعثة الهولندية على المشاركة في المنتدى الاقتصادي، وعبر عن استعداد وجاهزية الحكومة التشادية بالترحيب برجال أعمال الهولنديين ومرافقتهم وتقديم التسهيلات لهم. القنصل الفخري التشادي لدى المملكة الهولندية سولانج دوماي قالت إن البعثة الهولندية التي تضم رجال أعمال ودبلوماسيين وشخصيات بارزة تهدف إلى تعزيز أواصر الصداقة بين البلدين والتبادل بين رجال الأعمال لتوسيع آفاق التعاون على كافة المستويات والرقي بالشراكة الاقتصادية لصالح الشعبين والبلدين. وأضافت بأنهم خرجوا راضين عن هذه المقابلة وبالمستوى الرفيع للمنتدى الاقتصادي، وأن البعثة ستنقل إلى باقي رجال الأعمال الهولنديين ما توفره تشاد من فرص حقيقية للعمل وجذب الاستثمار الأجنبي. كما عقد صباح اليوم معالي رئيس الوزراء بايمي فاداكي ألبير اجتماعا ضم المسؤولين في الجمارك والضرائب بجانب مسؤولي الخزينة العامة للدولة بهدف الوقوف على مستوى الدخل العام للدولة، وذلك في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، والإمام بالاستراتيجية التي اتخذتها وزارة المالية والميزانية بشأن رفع مستوى الدخل العام. وفي خلال الاجتماع أشاد معالي رئيس الوزراء بالجهود التي بذلت من قبل المعنيين بالدخل العام، كما أشادهم ببذل جهود أكثر من أجل زيادة دخل الخزينة العامة للدولة.